الأخ العربي بن مهدي الناس ما كانتش تعرفه، وإنسان على كل حد استشهد في الثورة، ولكن هذا غير بن مهدي. وإحنا الأصدقاء تاع بن مهدي اللي تلاقينا بهم، وقال كان عنده ارتباط كبير بأخيه محمد طاهر، كان متعلق جدا وتأثر، والموت تأثر، كان ما كانش حاب، كان حاب يقرأ كان يوجد فيه باش يكون هو يحكم الجزائر بعد الاستقلال مع وتأثر بزاف بالموت تاعو. وهذه الحادثة من الناس ما كانش تعرفها.